سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بهذا الفيديو فيها وصفه تاع تبييض الوجه او المناطق الحساسه. حاجه الاولى لازم تكون عندكم الماء تاع الرز يكون سخون، ماء الورد اللي كاين اللي عندكم والمايزينا، وفي كل دار كاين هذه المكونات بيان سور، وصابون حجره رابيوه بيان سور باش يعاونكم باش تذوب، وباطه فارغه باش كي تكملوا داك الخليط ديروه فيها. حاجه الاولى ادو شويه من الصابون للكميه اللي راكم حابين تستعملوها، ولازم يكون صابون حجره ماشي صابون ريحه. ادو شويه اللي راكم راح تستعملوها وفرغوا عليها شويه تاع الماء تاع الرز يكون سخونه سخون باش يعاون الصابون باش يذوب. بداو ديرو هكا غير بشويه هكا، تعبزوا عليها هكا بالفرشيطه باش تعاونكم بيان. هكا خلطوا بيان حتى تتحصلوا على الموس فوالا. وساعه ساعه كي تلقاوها نشفت وشرب هذاك الصابون بقاو تزيدوا شويه الماء تاع الرز تدريجيا فوالا. زيدوا بشويه وخلطوا، كي تشوفوا شرب زيدوا له. هكذا راهي بدات تولي لنا الخليط يولي اون موس، شغل بومادة هاك شغل فوالا. يعني سهلة، تقدروا تجربوها في لو طون لي راكم راحين تستعملوه. هكذا بقاو تزيدو غير بشوية، راهي تبان بدات تولي الموس والدوب الصابون هذا كيدوب. يعني راني حنجربها معاكم وتلاحظوا الفرق. راكم راحين تلاحظوا الفرق من اول استعمال. سيوها ما خسرتوا والو، ديروا دو فوا باغ سيمين، ديروها بشويه بشويه راهي رايحه تصفي لكم وجهكم، تنقيه، تنحي لكم كامل هذوك البقع الداكنه، الشوائب تنظف تانيك باسكو المايزينا تنظف تنقي الوجه. مام ما تاع الرز بزاف فيه فوائد للبشره، ما تاع الورد تاني. يعني هاد المكونات كامل ينقوا ويبيضوا البشره. اللي عندكم هذيك لاطراس تاع الخمار تاني بشويه بشويه تروح لكم، ديجا تلاحظوا الفرق من اول استعمال. فوالا هنا انا تحصلنا على اون موس او داب هذاك الصابون. دوك هنا نزيدوا له المايزينا. كي تولي لكم هكا اون موس تماك بداو ديروا المايزينا. مايزينا افيكاس للتبييض، داوموا عليها تانيك، داوموا عليها حتى تعطيكم نتيجه رائعه. وكل ما تصيبوها بلي شربت زيدوا لها تاني الماء تاع الرز والماء الورد تاني. تبعوا الطريقه هكا كيما راني نوري لكم، وديروها تاني كي تكملوا ديروها في فريجيدير. تقدروا تاني اي وقت تستعملوها، تزيد كونترير تزيد تشد لكم. هنا كيما راكم تشوفوا زدت لها شويه تاع الماء تاع الورد، وبقاو تحركوا وبقاو تخلطوا فيها بيان باش تزيد المكونات كامل يندمجوا. والماء الورد راح يعطيها واحد الريحه روعه.
تولي تريح بالورد هايله هايله. وكل ما نشوفوها جاريه شويه نزيد لها شويه مايزينا. فوالا هكا نزيدو لها شويه. سيوها وكتبوا لي في لي كومونتير. نتيجة رائعة تحصلوا عليها. فوالا دوك راح نديرها في اون بواط. وتشد لكم لونغ دوري. حطوها في فريجيدار ووقت ما تحبوا تستعملوها استعملوها. ديروا في وجهكم في المناطق كاع وين عندكم الكحوليه، نحي لكم كاع هذيك الاماكن الداكنه هذيك حتى الحب، وتبدا هكا تخبي لكم لي سيكاتريس تاعو. ديروها بارتو، اصلا وصفه طبيعيه تمام ما تخافوهاش. دوكا راني حنسييها معاكم باش تلاحظوا الفرق. فوالا مليحه سورتو في الصيف، هذيك الكحوليه تاع الشمس تاع ديروها دو فوا باغ سومان وتشوفوا النتيجه. فوالا هنا راني حنسيها على يدي. فوالا وكي ديروها خلوها هكا 20 مينوت هكاك ولا حتى نص ساعه نورمال حتى تنشف لكم، ولا كنتو في بلاصه فيها الهواء اوتوماتيكمون حتنشف تمتم. وغسلوها بالماء البارد وحكوا او ميم طون، غسلوها وحكوا. هنا كنت غسلت، ها ملي لاحظوا الفرق، شوفوا اليد هذه اللي منا اللي درت عليها واليد هذه فرق واضح من اول استعمال تلاحظوا الفرق. هادي لابواط تاعكم اللي خبوها في فريجيدار، وساعة ساعة ديروا منها وتشد لكم ما تخسر لكمش ولا تفسد، ولا باسكو ما فيهاش الحليب ولا قارص ولا لي حاجة اللي تفسد تمتم. فوالا سييوها وكتبوا لي في لي كومونتير، ان شاء الله تعجبكم.